السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي راكم دايرين؟ شيرات ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم شيرات كما كتشوفوا جيتكم فيديو جديد. غادي نخدم معكم مسكوتشة حجم كبير، سهلة وتجي خفيفة. تبعوا معايا المقادير، نبداو بسم الله. هنا الحاجة اللي الشيرات اللي نبداو بها، هنا غادي نقول لكم المقادير ونبدا بسم الله نخدم. عندي 4 حبات بيض، قصة الصفار على البياض. هنا البياض راني دايره فيه قصة تاع الملح، دوك نطلع البياض ونكملوا المقادير ان شاء الله. هنا صاي راني ضربت هذاك البياض البيض كاع، نوخر دروك هذا على جهه. هنا دوك نعطيكم المقادير تاع الشعر اللي ندير فيها كاع الشيرات. هنا كما قلت لكم عندي 4 صفار تاع بيض. هنا غادي نحسبوا بالملعقه. هنا الشيرات راني دايره 9 مغارف كبار تاع الماكله تاع السكر، 9 مغارف ماكله تاع السكر نديرهم هنايا. عندي هنايا 9 تاع زيت، نضرب 9 زيت 9 سكر 9 زيت، والفرينه 10 مغارف. هذه هي هذه المقادير مضبوطه. دوك نضرب هذا الكسمه هذا السكر مع البيض، ندير معاه هنايا لافاني. عندي لافاني هنايا، نضرب لافاني نضربهم كاع بالباتور. هنا ضربتهم مليح، شوفوا هنا حتى لاكولير تاعهم اللون يولي ابيض فاتح. ندير داك 9 مغارف تاع الزيت ونخلط كذلك. هنا نرجعوا هنايا، ما غاديش ندير فيها شيره الحليب. هنا راني دايره الليم، عصير الليمون نص ليم ونكمله بالماء، كما نقولوا نص ماء ونص ليم مع عصير تاع الليمون ولا سيترون. درت نص ليم نص ماء. غادي ندير اللي تبغي الشيرات دير الحليب، تبغي دير تشينا دير تشينا، هاد الوصفه تجيب الليم. اللي تبغي دير تشينا دير تشينا. عندي هنا المبشور تاع هذاك تاع الليم اللي بشرته، نخلطهم شويه. نقلات الباتور راني نخدم غير بالفوري. دوك نزيد الفرينه، هنا عندي الفرينه عندي 10 مغارف شيلات، 10 مغارف تاع الفرينه. دوك نديرها كاع هذاك المغارف 10 كما قلت لكم، هاد المقادير مضبوطه نغربلهم كاع. نزيد ندير معاهم زوج خميره، زوج خميره تاع الحلويات كيماويه، زوج هنايا. ونخلطهم كاع، نخلط كلشي بالملعقة ولا بالفوي. صاي هنايا دخلت كاع ديك الفرينة، شوفو هنا كي ولات شيرات. دروك شي نزيد نبدا ندخل في هداك البيض تاع البيض لي درته، نديره على زوج مرات. ما عارفين البيض البيض ميلاقش تكسر، دخلو غير بشوية غير على جهة، من تحت للفوق من تحت للفوق حتى لي يدخل. ندخل قبل هذا الاول كاع غير بشويه باش ما طيحناش لاباري تاعنا، وعاده باش نزيد نكمل هذاك الزواج غير هكا بالعقل بشويه كيما هكا باش ما يتكسرش، باش يجينا خفيف. تجينا هاد البسكويت يجينا خفيف، يجي ما شاء الله. صاي هنا شوفوا كاع خلطتها غير بشويه، قعدت معها حتى اللي يدخل كاع داك البياض مع داك الخليط اللي درته. وانا هذا هو كيما قلت لكم هذا الشيرات، هذا هو المولي عندي كبير كبير بزاف، بغيت انا نديرها كبيره. دوك نفرغها كاع هنايا. كيما قلت لكم راني شاعله الفور، راني شاعله تاع راهي حمى، والفور تشعلوه غير من تحت الشيرات، ما تشعلوش من الفوق. هنايا دروك الشيرات حاجه اللي ديروها كيما نقول لكم باش تجي المول، ما تجيكمش كيما نقولوا المسكوت عوجه، تجيكم كاع مستاويه. خدمي كيما هكا ولا كيغدون، دوروا كاع كيما هكا هكا باش يجيكم، ما يجي كيما نقولوا ما يعوجلكمش، تجي الجهه طالعه الجهه مهوده، والفول شعلوه من التحت. كي تشوفوها صطابت من التحت شعلوها من الفوق ونقصوا لها. وهذه هي دوك نطيبها وتشوفوا معايا ان شاء الله من بعد وجد. شوفوا هنا اخواتاتي البسكويت تاعي هنا طاب، شوفوا هنا كي جات قده كبيره، جات ما شاء الله. تعايله تاكلوا توكلوا، شوفوا هنا كي جات. حنا درت لها شويه كونفيتور
ودرت لها الكوكاو هكا هكا تزوق كما يقول لك اختياري، من عندكم تبغوا ديروا نوت كوكو تبغوا ديروا كما لي بغيتوها ديروها، انا كان عندي شويه كوكاو ولا ديروا الحسن اللي عندكم شوكولا. المهم تكون الوصفه ناجحه وتجي خفيفه تجي ما شاء الله. شوفوا هنا الشيات والله جات روعه روعه خفيفه خفيفه ما شاء الله. نقسم لكم هنا الشيلات لابد نقسم لكم تشوفوها من الداخل كي جات. وهنايا دوك نقسم لكم الشيلات مورسو تشوفوها كي جات من الداخل تجي خفيفه ما شاء الله. دوك تشوفوها نقسم لكم الشيلات تشوفوها شوفوا هنا الشيرات كي جات خفيفه ما شاء الله. شوفوا الخفه تاعها شوفوا هنا كي راهي خفيفه من الداخل تقولي بونش. هذه هي نتمنى تجربوها وتعجبكم. هذه هي الشيرات وما تنساونيش الشيرات تاعي اللي جاب وجربوها وحطوا لي في كومونتير راني عارفه غادي كاع تجربوها باذن الله ان شاء الله. هذه هي شوفوا من الداخل راهي خفيفة مانيش قادة تا لا راهي هاك تربص. شوفوا هنا الشيت نقرب لكم هذه هي. هذا هو الفيديو تاع اليوم الشيت نتمنى يكون عجبكم ما تنساوش الإعجاب و الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.